يقول لك كل زمرة جزئية من زمرة دائرية تكون هي الأخرى دائرية. يعني لو كان عندي زمرة دائرية جي مولدة بالعنصر A، زمرة جزئية كل زمرة جزئية من زمرة دائرية تكون هي الأخرى دائرية. فلو كان عندي زمرة جي دائرية وكان عندي H زمرة جزئية منها، H زمرة جزئية من الجي، فإن الـ H أيضا دائرية، يعني مولدة بأحد العناصر، مولدة بأحد، طبعا ليست مولدة بالـ A، لأن لو كانت مولدة بالـ A لساوت من الجي، لكنها مولدة بعنصر آخر، مولدة بعنصر آخر، وهذا ما سنثبته الآن إن شاء الله. لنفرض أن جي زمرة دائرية مولدة بعنصر A، أي أن جي تساوي مولد الـ A، ولنفرض أن H زمرة جزئية من من؟ من جي. طبعا كل عنصر في الجي، كل عنصر في الجي هو عبارة عن قوة لمن؟ للـ A، A أس 0، A أس 1، A أس 2، A أس 3 وهكذا، A أس سالب 1، A أس سالب 2، A أس سالب 3 وهكذا. لو أخذت جيت أخذت الـ H كزمرة جزئية من الجي، ستحوي على إيش؟ على قوة، ستحوي على قوة للA، ستحوي على قوة للA، لأن الجي أساسا كلها ما فيها إلا قوة الA، فالH ستحوي قوة للA، الH ستحوي قوة للA، قوة موجبة هو سالبة، قوة موجبة هو سالبة. قبل نناقش الكلام اللي نقوله، في حالة ممكن أن الاتش تساوي العنصر إيش؟ المحايد، لأن الاتش قد تكون زمرة غير فعلية، قد تكون زمرة غير فعلية، فإذا كانت تساوي المحايد فهي مولدة بالمحايد وبالتالي دائرية. لكن لو كانت لا تساوي المحايد، يعني تحوي عناصر أخرى غير المحايد، فلنفرض أن AOSK عنصر قوة ينتمي إلى H، طبعا حيث الكي لا يساوي الصفر، حيث الكي لا يساوي الصفر، لأن لو ساوي الصفر أصبحت الزمرة H تساوي الزمرة G. بما أن H زمرة جزئية، هي زمرة جزئية، إذن AOSK inverse ينتمي إلى H. ليش؟ لأن من شروط الزمرة أن يكون المعكوس موجود، فالمعكوس حق الـ AOSK أيضا ينتمي إلى H. AOSK inverse اللي هو AOS سالب K. إذن من هذا السطرين، إذا كانت القوة الموجبة موجودة في H، فأيضا القوة السالبة موجودة في H. إذن أنا سأعتبر الآن أن الـ K أكبر من أو يساوي أكبر من الصفر، يعني سأشتغل على القوة إيش؟ الموجبة، وبيكون كلامي صحيح، لأني أثبتت الآن أن إذا كانت القوة الموجبة موجودة في H، فأيضا القوة السالبة موجودة في H. إذن وهنا يمكننا دائما افتراض أن الكي أكبر من الصفر. الاي زي ما قلت لكم تحوي على قوة الاتش، آسف، تحوي على قوة سالبة وموجبة. سنفرض أن ام هو أصغر عدد صحيح موجب، بحيث أن اي اس ام ينتمي إلى اتش، بمعنى أن الام هي أصغر قوة، لا ما بواحد، الام أصغر قوة، يعني هذا الجي A أس 0، A أس 1، A أس 2، A أس 3، A أس 4 وهكذا، A أس سالب 1، A أس سالب 2، A أس سالب 3 وهكذا. ممكن تكون الجي بهذا الشكل مثلا، الاتش آسف، أصغر قوة موجبة فيها من؟ ثلاثة، أصغر قوة موجبة فيها ثلاثة، لأن A أس 2 ما هي فيها، A أس 3 فيها، فأصغر قوة موجبة هي A أس ثلاثة، قد تكون A أس 5، A أس 6، A أس 10، A أس 100، المهم أن هناك أصغر قوة موجبة، طبعا لا تساوي الواحد، لا تساوي الواحد. أو ممكن تساوي الواحد الحقيقة.
لنفرض أن M هي أصغر عدد صحيح موجب بحيث أن USM ينتمي إلى H. إذن لدينا التالي: مولد الـ USM جزئي من الـ H. طبعاً حنا في الحقيقة سنثبت أن الـ H تساوي مولد الـ USM. إذا أثبتنا أن الـ H تساوي مولد الـ USM، إذن أثبتنا أن الـ H دائرية ولا لا؟ أثبتنا أنها دائرية. إذن عندي مولد الـ USM ينتمي إلى H. ليش؟ لأن لو كانت هذه H قلنا الـ USM فيها أضربه في نفسه مرة يصير AUS2M، أضربه في نفسه مرة ثانية AUS3M، أضربه في نفسه مرة رابعة AUS4M، خذ المعكوس حقه AUS سالب M، AUS سالب 2M، AUS سالب 3M، كل هذه تنتمي إلى H لأن H زمرة جزئية، لأن H زمرة إيش؟ جزئية. فـ AUSM فيها إذا ضربته في نفسه من الإغلاق الناتج ينتمي إلى H، أضربه في نفسه مرتين ثلاثة أربعة كل هذه تنتمي إلى H لأن H مغلقة، لأن H إيش؟ مغلقة. خذ المعكوس أيضا ينتمي إلى H لأنها زمرة جزئية، أضرب المعكوس في نفسه مرة ومرتين وثلاث أيضا الناتج ينتمي إلى H لأن H مغلقة. فمن خاصية الإغلاق وخاصية المعكوس كل هذه القوى تنتمي إلى H. هذه القوة قوة لمن؟ لAUSM، لAUSM قوة سالبة وقوة موجبة. القوة السالبة والقوة الموجبة لعنصر هي إيش؟ هي مولد هذا العنصر. إذن مولد الA ينتمي جزئي من من؟ من الH. مولد الA جزئي من الH. الآن سنثبت العكس، سنحاول إثبات العكس، وهو أن الH جزئية من مولد AUSM. إذا أثبتنا هذا الكلام معناته هما إيش؟ متساوي، لأن كل منهما محتوى في الآخر. طيب قبل نبدأ في الإثبات عندي نظرية القسمة على الأعداد الصحيحة، هي ملخصها كالتالي: الاثنين نقول عنها أنها تقسم الثمانية. ليش؟ لأن هناك عدد صحيح اللي هو أربعة، أضربه في اثنين يعطيني من؟ ثمانية. خلاص؟ شكراً شكراً. هنا؟ أيوة هنا. شو أقول؟ خلاص أنت صايم. لأن وجدنا عدد صحيح نضربه في الاثنين يعطيني ثمانية، قلنا أن الاثنين تقسم الثمانية، الثلاثة تقسم التسعة. ليش؟ الثلاثة تقسم التسعة لأن هناك عدد أضربه في ثلاثة اللي هو ثلاثة يعطيني تسعة، الثلاثة تقسم السبعة والعشرين لأن هناك عدد اللي هو تسعة، ثلاثة في تسعة تساوي سبعة وعشرين. أي عددين صحيحين لو أخذت 15 مثلا وأربعة، الأربعة لا تقسم 15 لأن ما في عدد صحيح أضربه في الأربعة يساوي 15، لكن مع ذلك أقدر أكتب 15 على أنها تساوي 4 في 3 زائد 3، 4 في 3 ب 12 زائد 3 15. لو جينا لمثلا 17 و3، أو 17 و2، الاثنين طبعا لا تقسم 17 لكن 17 تساوي 2 في 8 زائد
واحد. الثلاثة تقسم التسعة، إذن التسعة تساوي ثلاثة في ثلاثة زائد صفر زائد صفر. في الحقيقة لو جينا مثلا، لو جينا 15 تقسيم ثلاثة فيها أربعة، تقسيم أربعة آسف، فيها ثلاثة 12 والباقي ثلاثة. الأربعة المقسوم عليه والثلاثة خارج القسمة والثلاثة الثانية هي الباقي. لو جينا 17 تقسيم اثنين فيها ثمانية 16 والباقي واحد. الاثنين هو المقسوم عليه هنا خارج القسمة، هنا الباقي، هنا الباقي. أي عددين صحيحين أقدر أكتبهم بهذا الشكل؟ أي عددين صحيحين أقدر أكتبهم بهذا الشكل؟ فمثلا لو أخذنا العدد K والعدد M، طبعا الK هو قوة الاس K اللي هو عدد اختياري في الاتش، والM اللي هو أصغر قوة موجودة في الاتش. طبعا الM أصغر، فنقدر نكتب الK على أنه يساوي M في Q زائد R. الM هو المقسوم عليه، الQ خارج القسمة، الR تساوي الباقي. الباقي قد يساوي الصفر وقد لا يساوي، يعني في حالة التسعة والثلاثة كان الباقي يساوي صفر، في حالة الخمسطعش والثلاثة كان الباقي والأربعة كان الباقي يساوي ثلاثة، في حالة السبعطعش والاثنين كان الباقي يساوي واحد. إذن الآر هذا ممكن يساوي الصفر وممكن لا يساوي الصفر. طبعا الباقي دائما أقل من المقسوم عليه، أقل من المقسوم عليه، وأكبر من أو يساوي الصفر، أكبر من أو يساوي الصفر. لنفرض أن الباقي لا يساوي صفر، لنفرض أن الباقي لا يساوي صفر، إذن ممكن أنقل الـ MQ، أنقلها إلى الطرف الثاني وتصير عندي R تساوي K ناقص Q في M. إذن AOSR يساوي، أشيل الـ K الـ R وحط بدلها قيمتها K ناقص Q في M، تساوي AOSK ناقص M في Q، وتساوي AOSK في AOS ناقص M في Q، وتساوي AOSK في أس إم أس سالب كيو. الآن الأس كي أنا فارض أنه في إتش في البداية، ما أخذ وين؟ أنه في إتش. أس إم أس كيو قوة سالبة لمن؟ للأس إم، قوة سالبة للأ أس إم، إذن أيضا ينتمي إلى إتش، لأنه الـ AOSM في H، فخذ المعكوس وارفع للقوة Q، الناتج أيضا ينتمي إلى H من الإغلاق والمعكوس. العنصرين ASK و ASM السالب Q كلهم في H، إذن حاصل الضرب حقهم برضه ينتمي لمن؟ لأنها مغلقة، لأنها مغلقة، إذن من الإغلاق ASK أس في ASM أس سالب Q ينتمي إلى H، وبالتالي ASR اللي هو يساويه ينتمي إلى H، وهذا تناقض، وهذا تناقض، لأني أنا ماخذ ASM هو أصغر قوة تنتمي إلى من؟ H. وجدت أن أن ASR برضو ينتمي إلى H، والR أصغر من من؟ من الM، إذن هذا تناقض. أنا قلت أن الM هي أصغر قوة، وجدت أن الR أصغر منها وتنتمي إلى الإتش، فهذا الكلام في تناقض. هذا التناقض يؤدي إلى أن الفرض الذي بدأت به فرض خاطئ، وهو أن الآر لا تساوي الصفر. إذن الآر تساوي صفر، إذن الآر تساوي صفر. إذا كانت الآر تساوي صفر، إذن الكي يساوي كيو في إم، كيو في إم، لأن الآر من هنا خلاص راحت بصفر. طيب إذا كان الكي يساوي Q في M، إذن
الأيوس كي يساوي أيوس إم في كيو يساوي أيوس إم الكل أس كيو. هذه أيوس إم أس كيو هي قوة لمن؟ للأيوس إم، قوة للأيوس إم. إذن تنتمي إلى مولد الأيوس إم، تنتمي إلى مولد الأيوس إم. إذن لاحظ بدأت بعنصر اللي هو أيوس كي، بدأت بفي إتش وانتهيت بفي مولد الأيوس إم. إذن مولد الأيوس إم جزئية من الاتش، جزئية الأواصف الاتش جزئية من مولد الأيوس إم. إذن هما متساويان، إذن هما متساويان لأن كل منهما محتوى في الآخر. إذن الاتش مولدة دائرية ومولدة بالعنصر أيوس إم، ومولدة بالعنصر أيوس إم.